متأكدا من تحية من جديد أجدد أرحب بكل السادة المشاهدين الكرام بكل متابعينا الأوفياء أينما كنتم مباشرة من مدينة بني ملال. هدوء وسكون في منتزه عين كردون السياحي الشهير بطبيعة الحال وسط النهار والساكنة والسياح يستمتعوا بهذه المناظر الخلابة. المشاهدين متابعينا الكرام على المباشر من منتزه عين أكردون السياحي الشهير بمدينة بني ملال، يعني هدوء وسكون في المنتزه السياحي والسياح يستمتعوا بالمناظر الطبيعية الخلابة لبلادنا بطبيعة الحال. جمالية المنظر تغري بطبيعة الحال بالمشاهدة والاستمتاع بلحظات سماع خرير المياه بطبيعة الحال والشلالات، مشاهدة الشلالات المنابع ديال عين أكردون. بطبيعة الحال مناظر وسط الأشجار حدائق للنزهة وكإشارة منطقة عين أكردون تكون درجات الحرارة فيها يعني منخفضة شيئا ما على مدينة بني ملال لأنها مرتفعة عن سطح البحر. الساكنة بطبيعة الحال كيستمتعوا بهاد المناظر وهذه منابع كما كنشوفوا مشاهدينا متابعينا الكرام منابع عين أكردون، يعني المنبع ديال العين تأتي وتمر من هنا. مشاهدينا متابعينا الكرام هذه الأجواء هنا في منتزه عين أكردون السياحي الشهير لمدينة بني ملال، أجواء جميلة طبيعة خلابة كذلك مناظر طبيعية خلابة ليس لها مثيل بطبيعة الحال. مشاهدينا متابعينا الكرام يعني ماشي اصطناعية، مناظر طبيعية ومياه عذبة يعني ساكنة العالم تزور هذه المنطقة من كل بقاع المعمور، السياح من كل القارات الخمس كيجيو لعين أكردون، كيجيو لبني ملال باش يشوفوا عين أكردون وهذه المناظر الطبيعية الخلابة بطبيعة الحال. مشاهدينا متابعينا الكرام كيجيو باش يستمتعوا بهذه الأجواء الفريدة من نوعها. بعد الشلال ديال عين أكردون
كانت هي الأجواء العامة هنا بمنتزة أين سردون السياحي. مشاهدينا متابعينا الكرام أينما كنتم، طبيعة الحال هي طبيعة خلابة تسر الناظرين. متابعينا مشاهدينا الكرام إلى بث مباشر آخر دائما من مدينة بني ملال أو إحدى نواحيها أو إحدى أقاليمها، مع تحيات أخوكم طارق دائما. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وإلى اللقاء.